اكلمه وكيف اوصله خايف اقرب له يطلع ما يضحك ما شفت انا مزينه في الدنيا دي كلها مو نظره من عينه روح يدوبها ترى 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 مو سجل الانسان ترى 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 انا حكون ريبورت لهيدي الجمعه وحاعطيكم ريبورت كامل على البرايم وحاسال الكانديديتس كم سؤال اوكي طبعا انا سعيد جدا من البرايم سعيد جدا ان انت ريبورتر النهارده مبسوط يعني تاني حاجه بحب اقول لسكينه وحنان مبروك رجوعهم يعني الاكاديمي ان شاء الله يقدموا حاجه كويسه وما يطلعوش نوميني تاني غير قدام يعني وبالنسبه لفاتن بقول لها ان شاء الله بالتوفيق في حياتك الجايه وتقدري تعملي حاجة بره كويسة دينا بونسوار بونسوار مبدئياً أنا عايزة أقول ألف ألف مبروك للناس اللي رجعت لنا تاني حنان وسكينة طبعاً يستاهلوا فاتن ربنا يوفقها إن شاء الله بره هي تعدت خطوة كبيرة بالنسبة للأكاديمية إنها دخلت ستار أكاديمي أصلاً ثانياً عايزة أبارك للتوب 5 مبروك ليك طبعاً يا مروان مبروك لي أنا كمان 3-3-3 بونسوار هايدي كوين أوف أكاديمي شو بتحب تقولي لنا بخصوص البرايم وبخصوص التوب 5 وبخصوص رجعت سكينة وحنان لنا وروحة فاتن انا اول حاجه هبتدي بيها يا فاتن لان بجد انا يعني حزينه من قلبي لان هي كانت اقرب واحده ليا في الاكاديمي بس يعني ما كنتش قادره ما اختارش سكينة لان كنت حابه اديها فرصه تانية وانا بجد اديت فاتن فرصه وان شاء الله يا فاتن انت هتعملي حاجه قويه وانا متاكده من ده بدنا نكفي مع سكينة وصور سكينة انا بقول لفاتن ان انا زعلانه قوي عشان سبتينا وانا مفرحه انا شحت رجعت يعني شويه مهم حاسه بشي حاجه اللي تفرحني ما عطيتش في البرايم مزيان ما غنيتش بكل طاقتي وكنت من صحابي اللي خداو التوب 5 فرحانه ليهم بزاف اول حاجه مبروك الحنان وسكينة فرحت لهم ياسر وفرحت المغرب والتوب 5 مبروك عليكم الكل مبروك علينا حبيبي ومش رح اشتاق لكم ابدا حتستفيد من الوضع بدنا ناخذ رايك بخصوص البرايم كنت بتعقد التابلو تبعك بيعقد بياخذ العقل وانت كانه از يوجوال يعني بتاخذ العقل انت وما بال اكيد بس اليوم كل واحد لحال شو بتحط تعطيني رايك بالبرايم فرحان العالي حبيبي توب 5 فرحان نسيم هايدي دينا وانت جقلنا صح حبيبي وقدمت مليح في ال صح مليح قدمت مليح از برستيشن كنت قدها كما نقولوا الحمد لله على كل حال اليوم كان كثير كثير كان برايم بجهود كل الطلاب كان جدا ممتاز والف مبروك للسكينة والف مبروك الحنان رجعونا للأكاديمية واتمنى الفاتن تبدا مشوارها من جديد والله يوفقها ان شاء الله يا رب وقلوبنا معاها ان شاء الله الف مبروك للتوب 1 نسيم يستاهل والف مبروك لكل اللي حصل على التوب 5 هايدي ودينا وانت وانا طبعا حبيب قلبي مابيل بونسوار بونسوار زغرتنا بدي اسالك شو كان شعورك انك غنيت بلا انيس اليوم حسيت حالك مرتاحه اكثر مش مرتاحه اكيد اكيد يعني انيس شل 100 طن بمزح يعني استفقدت له بس صافا يعني بالنهايه مش كل الوقت بدنا نكون مع بعض ما انيس اوقات بدها تفترق انا من اكثر الاشخاص القريبين من فاتن بس بالنهايه it's a game we have to be fair يعني حسيت انه سكينة بتستحق اكثر مع انه انا كثير بحبها لفاتن عشان هيك سو بونسوار بونسوار لملكه جمال الاكاديميه مبروك لرجعتك للاكاديميه لنا نحن كثير مبسوطين وبدنا نعرف رأيك بس شو كانت لحظة وقفتك على المسرح مع سكينة وشو كان شعورك شو كان إحساسك صراحة إحساسي كان ما عرفتش ما كانش عندي إحساس ديك ساعات كنت خايفة كنت بغى الجمهور يصوت لي كنت بغى نحس بمحبة الجمهور لي كان وعدهم أن إن شاء الله غادي ندير المستحيل باش ما نحطهمش في هذا الموقف كان حماق عليهم كان بغيهم بزاف لدرجة ما كتصورش
أول شيء بونسوار، وأول حاجة حبيت نبارك لأختي حنان، وكنا كنا متوقعين هذا الشيء أنها ترجع تصل في الجمهور أكيد لخاطر محبوبة، وحبيت نبارك للمغرب كامل ولأهل حنان والمغرب العربي وكل والناس اللي تحبها، تستاهل أنها ترجع، وبارك لسكينة، والصوت تاعي كان لسكينة خاطر تستاهل صح، هي قريبة ليا بزاف، ومبسوطة كثير لأصحابي لأنه غنوا كثير كثير منيح اليوم، وأكيد زعلانة لأنه فاتن فالة، رح نشتاق لها كثير ورح تضل بقلوبنا. طبعا كان برايم طبعا بشهدت كل الناس مكسر الدنيا، وانت حبيبي يا رافائيل وكسرت الدنيا. والف الف الف مليون مبروك لحنان رجوعها ولسكينة، وجود لك لفاتن. وبصراحة بحب طبعا اهني بنات بلدي على التوب 5 ان هم موجودين في الاسبوع ده. مبسوط كتير بسكينة انه حنان انه حرام ما اخذت فرصتها، انه انبسط كمان رجعت لك، موت علي لحنان ولسكينة، وان شاء الله فاتن تتوفى بحياتها، وان شاء الله نكون شرفت المغرب. وكنقول مبروك التوب 1 نسيم وقالي توب ومروان والبقية، وفرحان كتير رجعت بنت بلادي حنان وبنت بلادي سكينة، وكم بغيكم كل فك وين يا مهاجر قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير أشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلة عقل بالراس ما خلى، يوم الهاجرت والله فطر قلبه صرت شهر، وانت بهذا ما شهر أشوفك وين يا فاتن. بالبداية مبروك لك، مبروك لكل التوب 5 مرسي، مبروكين احنا جميعا على البرايم اللي قدمناه بشكل جميل، مبروك على رجعة حنان وسكينة، اكيد زعلان كثير على فاتن، وان شاء الله تقدم كثير كثير خارج الاكاديميه، وانا متاكد وان شاء الله نبقى على تواصل، هي نفس اللهجه وكذا يعني، تحب تتواصل وياي، تحب تقعد ويانا انا وهايدي، لكن الكل اخواني وهم يعرفون بهذا الشيء، ان شاء الله راح نبقى جروب واحد ونقدم الافضل على شكل عمل واحد وليس اعمال منفرد، ان شاء الله يا رب. بحبكم كثير، انا معكم هلا هاي بوصي، انا معكم هلا من البولمن، وبدي اقول لكم يا نعم، وبدي ثانك يو اي لاف يو تو. اوكي خليني احكي كلمتين على بعضهم. اوكي وبدي اقول الف مبروك للتوب 5. اوكي وبخصوص البرايم كان بيموت، واو.